خلافات سابقة دامت أكثر من 5 سنوات بين جيران من آل قبيس والقانصو من بلدة الدوير الجنوبية تجددت على خلفية ركن سيارة كانت نتيجتها جريمة مروعة ذهب ضحيتها من هرع لفض الإشكال الشاب حسين محمد رمال إضافة إلى أسامة قبيسي الذي توفي متأثرا بجراحه. تيتمت عائلة الفقيد حسين رمال وهو أب لثلاثة أولاد والمعيل الوحيد لعائلته وأصيب 2 من آل قبيسي. أنا قاعد هنا حد المطحنة وبخيع مع عبد ماي بيسمع ضربان قويس يوم بيركب منها من بيترك الماي وبيركب نزول بلحواني بالمستكن نوصل لهناك مشكل منته اللي بعد شوي يجوا جماعة عادوا له عن جديد ما بشوف إلا واحد من بيته ظاهر بيقوس أول واحد والتاني قالوا بخي هربني طنينا بسيارة يعني بعدين شيء 3 متر عنه بيوم بيرفع بارود وبيصلي علينا عن صاب يعني بيقول له هو عتقوس هذا بخي حسان بيقوس رغم ما بيقوسه بيقرب صوبني بيقرب عبات الجماعة على البوابة بأول ضربان بيرجع لعندي بخي بخي من أول ضرب ميت لأنه جاء بقلب الضرب. حتى الساعة لم تتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مطلق النار. نقول للقاتل أينما كنت أسهل أمر عليك أن تسلم نفسك للقضاء وللأجهزة ونقول للأجهزة الأمنية أنتم مسؤولون ونحن خلفكم نساعدكم للوصول إلى هذا المجرم حتى يسلم نفسه ونقول للأقارب كل من يعرف عنه شيئا وكل من يعرف أين هو وكل من يعرف على صلة به قريبة أو بعيدة عليه أن يتواصل مع الأجهزة الأمنية لتسليم هذا المجرم حتى ينال قصاصه. مرة جديدة يدفع الأبرياء ثمن التفلت الأمني فإلى متى سيبقى لبنان تحت رحمة هذا السلاح المتفلت؟ ديانا عوازة قناة الجديد.